تعتبر منطقة السيلين إحدى أهم الوجهات المفضلة لهواة التخييم، وتحرص مؤسسة حمد الطبية على فتح هذه العيادة الطبية خلال موسم التخييم لتقريب الخدمات الصحية من رواد هذه المناطق. العيادة التي تفتح للعام الثامن في هذه المنطقة تأتي في إطار جهود وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية لضمان تخييم شتوي آمن. خدمة طبعاً تخدم الجرين بيشنت أو المصابين اللي هم مقص أو لسعة لا قدر الله لسعة ثعبان أو من هالأمور صداع، توفر على المصابين إنهم يجون العيادة في نفس في أي وقت ويرجع المخيم ما تخرب عليه الطلعة كاملة، تكون قريبة من الحوادث اللي ممكن تصير سواء RTA سيارة أو حتى من البايك أو من أطفالنا اللي يلعبون حتى من البحر، ممكن واحد من يتعرض لأي مشكلة يكون فيرست ريسبوند قريب منه. العيادة الطبية طبعاً تنقسم إلى قسمين، قسم دكتور وطبيب في العيادة وقسم أمبولانس سيرفيس أو خدمة الإسعاف اللي تنقل المصاب سواء من سيلين أو من داخل العديد من أماكن عدة. وتقدم العيادة خدماتها أيام الخميس والجمعة والسبت لمختلف الحالات التي تحتاج مساعدة طبية، حيث تتم معالجة الحالات الخفيفة بشكل كامل فيما يتم نقل الحالات الصعبة والحرجة إلى المستشفى. جاتني إصابة البارح في يدي، كنت ألعب طائرة وجاتني إصابة في صبعي ونمت في الليل وقمت الصباح ومن الألم جيت برجع الدوحة، خلاص إن على أساس برجع الدوحة بروح المستشفى. الشباب قالوا لي في مستشفى هنا تبع سيلين وقلت لهم يلا خذوني هناك، وفرت علي مثلا الوقت إني أرجع الدوحة مثلا والويكند يخترب علي. وجيت هني وما قصروا الطاقم الطبي، كلهم ما قصروا، مؤسسة حمد الطبية ما قصروا، حطوا لنا عيادة في سيلين، خدمتهم سريعة وجيدة حق الأشياء الضرورية. بالعكس يعني في سيلين نحتاج هالأشياء الضرورية. الخدمات الطبية المقدمة في هذه المنطقة تغطي جميع الأماكن من خلال نقاط إسعاف متفرقة وسيارات إسعاف ذات دفع رباعي إلى جانب الإسعاف الجوي عبر طائرات الهليكوبتر. طبعاً وجود مثل الأجهزة والمعدات في سيارة 4x4 لاند كروزر ومن ضمن أسطول الإسعاف هو للوصول إلى المصاب في أي مكان كان مكانه في سيلين أو في العديد، مكان يصعب الوصول إليه من الإسعافات العادية، ومحاولة علاجه، محاولة إن إحنا نعالجه، ومحاولة إن إحنا كأنه يكون في مستشفى حمد. وصول الإسعاف له مجرد ما يوصل للبرامدك ويشتغل في المصاب هو كأنه يكون بإذن الله إنه وصل المستشفى، وبإذن الله إنه نحاول 90% إن إحنا نحاول ننقذه لين يوصل للمستشفى. وبتوفير مختلف هذه الوسائل تكون الخدمات الطبية في متناول المواطن والمقيم والزائر في أي مكان من خلال طواقم طبية عالية المستوى وأحدث المعدات الطبية، حرصاً على سلامة وراحة مرتادي المناطق البرية والشاطئية في الدولة. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من الصباح رباح، يمكن حلقتنا شوي كان